طبعا تم التدخل العاجل من قبل البلديات والدفاع المدني للإنقاذ وإفراغ البيوت من المياه، وحتى كمان عبر اللجان الحكومية طلبنا من البلديات بالتعاون مع وزارة الصحة بعد عمليات التنظيف وإفراغ المياه يجب تعقيم المنزل. ثم قامت وزارة التنمية الاجتماعية بما عليها من توفير فرشات، حرمات أو أحيانا مأوى للعائلات التي تضررت بشكل كبير. ثم كان القرار الحكومي بالأمس بتخصيص مبلغ 168 ألف دولار على ما أعتقد، هذا يوزع على العائلات التي تضررت من آثار المنخفض الأخير، ويلزمها طبعا شيء يتعلق بأثاث وفرشات وحمامات أو أدوات مطبخ أو ثلاجة أو غسالة وإلى آخره. والحمد لله يعني نستطيع القول أننا تخطينا آثار المنخفض الأخير.